السلام عليكم، صافا لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا كاملين في صحه جيده. الموتور اللي عندنا اليوم هو ياماها الاف زد 6 2006 600 سنتيمتر كيب تيست رايد. يلا خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو. السلام عليكم، صافا لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا كاملين في صحه جيده داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. بلاك ميكر فلوغ نوفل فيديو، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. اليوم عندنا واحد الدراجه ناريه صراحه كما شفتوا الاخوان هذه الايام، ماكينه لي تراديسيونيل دي موتو تراديسيونيل. جربنا لا اورنيت اوندا 2006 نقاط بارك الله اللهم بارك لاموريا. دابا عاوتاني عندنا اوتر موطو 2006 سنتيمتر كيب ياماها الاف زد 6. دونك الاخوان عندنا هاد ياماها من الدبابات حتى هي بحال اوندا. وي تبارك الله لا موطو اللهم بارك. لي رابور دغيان كيدوزو باقا ماكينه فيهم خيره، باقي الموتور نقي تبارك الله اللهم بارك من الدبابات ديال هاد الدراجه الناريه. هاد الموتور الاخوان موديل 2006 ديوانه 2009 تبارك الله. موتور خطير جدا جدا جدا، موتور فيه واحد الجهد خطير جدا. ماكينه موتور ديال التقصار الاخوان، موتور اي واحد ممكن يبدا بهذا الموتور هذا. علاش؟ حيت ما فيهش لي مود، ما فيهش قوة، ما فيهش لابياس، ما فيهش لي تراكشن كونترول، ما فيهش بزاف ديال الامور. وحتى الثمن ديالو لافونتاج ديالو الثمن ديالو رخيص بحالو بحال الاوندا 2006 او 2007 حتى 2008. يعني الناس اللي بغاو اول مرة تبدا بهذا الموضوع هذا تبارك الله واحد جهد خطير، جهد خطير الاخوان في هذا الموضوع هذا تبارك الله.
الدور صراحه ماشي كنقصدوا يعني يبدا به الانسان، ولكن هذا راه موضوع مجهد 600 سنتيمتر 600 سنتيمتر كيب ديالو راه فيه منرفز الموطور، موطور خطير تبارك الله الاخوان. الو نبداو بلافيش تكنيك ديال هذا الموطور، هذا فيه 600 سنتيمتر كيب في الموطور ديالو، 4 طون باغ سيلندر، فيه 4 سيلندر اون لين، الغوفرونيسمون ليكيد الاخوان، غادياتور 4 سي رابور فيه الاخوان، والكوبل يا سلام سلام يا سلام، موطور مجهد الاخوان تبارك الله، فيه 186 كيلو الاخوان، موطور يعني ما تقيلش بزاف مجموع. هاد لي اف زي 6 انا تيعجبني صراحة، الكيدون 100% نيكاد ريزوما، فيه واحد لابيل سبورتيف، طابلو ديجيتال نيميريك، وفيه حتى الانالوج، دوفون ديالو فيه لوبتيك فول ليد فوق لي فورس تيليسكوبيك، فيه دي برو تشيبليس 17 لور قدام، فريناج ديسك دوبل فريناج ديسك القدام، باغ كونتر مونو ديسك لور، لا بي اس ما كايناش الاخوان، ولكن راه موطور يا سلام واحد السويت البو. تحياتي الدري صاحبي خلاه ليا، تحياتي لي بات ميمبر، هذا ديروا ليه تيست رايد يا سلام، غنكسري له شي شويه في الطلعه هذه، موطور يا سلام خوتي واحد البو واحد السويت عجبني بزاف. الاف زي زي سي ماها كتركز بزاف، حتى هي بحال هوندا على ماكينه فيها واحد الجهد يا سلام، موطور ديال السيركوي الاخوان ديال التقصار، وانا صويت لي فضا موطور هذا واحد البو فيه زويون بزاف. ريزيرفوار الاخوان كتهز لينا تقريبا 17 لتر بلان ديالو، واحد الكونفورم ديال هذا غوتستر فلاسيل ديالو تبارك الله يا سلام، واحد الكونفور مخير بزاف، كيدون فيه صغير غيزوما دم الغزال، ما تصوروش الاخوان هذا الكبه في هذا الموطور، واحد الاستمتاع صراحه في هذا السويت، موطور كتحس به خفيف بزاف، ما تقولش كاينه فيه 186 كيلو، موطور خفيف بزاف، البويسونس الماكينه هي اللي مخليه لا بويسونس ديال هذا الموطور هذه تبارك الله. والكونسوماسيون الاخوان راه 4% على حسب الاخوان واش وصل المدينه او خارج المدينه، وعلى حسب كل ما كسيريتي يعني حاجه طبيعيه. شنقول لكم الاخوان موطور زوين، الثمن ديالو راه كيتراوح الاخوان ما بين 3.5 حتى على حسب النقا حتى ل 4.5، موطور يعني تبارك الله فيه مواصفات قوية والماكينة عمرها كتموت، وبثمن ثمن جد مناسب بحالو بحال الأورنيت أوندا، واحد الدويرة خفيفة على هاد الإف زي 6 سيما، هادو 600 سنتيمتر كيب، تيست رايد خفيفة فيش تكنيك، موطور مانيابل زوين وسط الطريق، سخونية ما كطلعش ليه بزاف حيت 600 سنتيمتر كيب، وهاد الإف زي 6 كنشوفوها بزاف، عندك هي بحال ديزاين ديال تريومف 600 سنتيمتر كيب ولا الاوندا اورنيت، هادو كاملين عندهم ديزاين واحد. تيستيو الديبار الاخوان من بعد هاد الفيروش، واو هاتي خوتي فيه واحد البروميير الدوزيام وطروازيام فيه يا سلام، ميمكنش موطور خير بو ميمكنش بو يا سلام، بو خطير جدا، كونسوماسيون مزيانة تبارك الله، مفيش اليمونطاسيون انجيكسيون الاخوان، ماشي كاربيراتور باغ كونتخ اوندا الونسيان. الوغ اخوان تبارك الله عليكم، بلاك مايكر فلوك نوفل فيديوز اف زي 6 ياماها 2006 600 سنتيمتر كيب، ما
تنسوش لايك لايك الإخوان تبارك عليكم الله يعاونكم في نوفل فيديو إن شاء الله.